يسعد مساكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. متواجد في مركز مبيعات أرادة وتحديدا بمشروع مسار، وإن شاء الله اليوم راح أتكلم عن المرحلة الرابعة من هذا المشروع الجميل. خلينا نبدأ. بداية خليني أذكركم بمشروع مسار، لأني سبق وتكلمت عنه بشكل عام، واليوم إن شاء الله راح أتكلم عن المرحلة الرابعة، ولكن ما بيمنع أني أذكركم بالمشروع بشكل عام. مشروع مسار هو عبارة عن مجموعة من الفيلل والتاون هاوسز، طبعا هو مجمع سكني بيجي مصور وإله عدة مداخل ومخارج. موقع المشروع هو تقريبا بيجي خلف مشروع تلال، طبعا في إمارة الشارقة، هذا شارع الإمارات العابر، وعندنا مشروع تلال، من ثم خلفه راح يكون مشروع مسار، فهو بيبعد دقيقتين تحديدا عن مسجد الشارقة الكبير اللي حيكون بهذه الزاوية، وراح يكون بيبعد كمان دقيقتين عن إكسبو الشارقة اللي راح يتم افتتاحه أعتقد ب2025. هذا بالنسبة لموقع المشروع، وبالنسبة لبعده عن المدينة الجامعية في إمارة الشارقة تقريبا حوالي 10 دقائق، كمان حوالي 10 دقائق عن مجمع المدارس، حوالي 12 دقيقة عن مطار الشارقة الدولي. لو تكلمنا بعده عن إمارة دبي، فهو من المشروع إلى أقرب نقطة في إمارة دبي منطقة الخوانيج تقريبا حوالي 12 دقيقة. لو تكلمنا على بما يحتوي مشروع مسار، فهو تقريبا 65% من المشروع مساحات خضراء، وكل حي بتميز بنوع معين من الأشجار. رح يكون في 3 مساجد موزعة في المشروع، رح يكون في زي ما تشايفين هون حيكون في مدرسة وروضة دولية، مجموعة كبيرة من الملاعب، زي ما قلنا حيكون في مساجد. بيتوسط المشروع، هذا طبعا مركز المبيعات اللي احنا حاليا فيه، حيكون في مول ضخم، ورح يكون في مثل زادة فود تراك، هذا تقريبا اهم المعالم في المشروع، بالاضافة انه رح يكون في مثل مسار مشي وركض للدراجات الهوائية تحيط في المشروع بشكل كامل، ولذلك سمي مشروع مسار. طب لو تكلمنا عن المرحلة الرابعة، طبعا لو حابين أو اللي مهتم يتواصل معي برسلوا الفيديوهات السابقة عن المراحل السابقة، فحتكلم الآن عن المرحلة الرابعة اللي تم طرحها من أيام قريبة، وحتكون هذه هي المرحلة. طبعا الجميل فيها أنها قريبة من المدارس والروضة ومجمع الملاعب، والمساحات فيها راح تكون أكبر من المراحل اللي سبقتها. طبعا في عنا تاون هاوسز من غرفتين إلى 4 غرف، وفي عنا فيلا مستقلة من غير مسابح 4 و5، وفي عنا 5 و6 مع مسابح خاصة. الجميل في هذا المشروع طبعا الخصوصية العالية، زي ما تشايفين جميع التاون هاوسز، هذا التاون هاوس وهذا التاون هاوس، ما بينهم بيكون في متحزام أخضر بوابة خلفية، فبالتالي حيكون الخصوصية عالية جدا في هذا المشروع. جميع الفيلا والتاون هاوسز بيجوا سمارت هوم سيستم، وجميع الوحدات إن كان غرفتين إلى 6 غرف تيجي مع غرفة خاصة للخادمة، بالإضافة إلى غرفة لاوندري. وطبعا هذا نموذج عن التاون هاوسز حتى أبين لكم الخصوصية، زي ما تشايفين البوابة بتيجي جانبية، عندنا المواقف، ومن الخلف في حديقة الخلفية، وفي عندنا الباب زي ما تشايفين هذا الباب، وحيكون فيه مثل حزام أخضر. فبالتالي هذا نموذج عن التاون هاوس، ورح نشوف مقتطفات من فيلة العرض حتى تشوفوا الفيلا كيف رح تكون بهذا المشروع الجميل. بعد ما شفنا مقتطفات من فيلة العرض، رح أتكلم عن الأسعار في مشروع مسار، فهي بتبدأ من 1,500,000. جدول الدفعات هو 5% دفعة أولى، و30% أثناء الإنشاء، والمتبقي اللي هو 65% بيكون إن شاء الله
عند الاستلام. طبعا راح احدد تاريخ الاستلام لانه المرحلة الرابعة فيها وحدات، المرحلة الثالثة متبقي فيها كمان جزء من الوحدات، فبالتالي بناء على رغبتكم وبناء على الوحدة ممكن احدد لكم تاريخ الاستلام. واللي عنده أي سؤال أي استفسار بما يخص مشروع مسار أو غيره من المشاريع يتواصل معي وإن شاء الله بخدمه في عيوني.